الرئيس القوي. أنا ما بحياتي اقتنعت بكلمة الرئيس الآن القوي، ما بحياتي اقتنعت. بس حضرتك بال 2014 أو ما قلت لا 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 بال 2015 سيدنا جمعت الزعماء الموارنة ببكركي، الرئيس أمين الجميي، الوزير السلامية فرنجية، الدكتور جعجع والرئيس عون، وكان إنه وكأنه الرئيس لازم يكون من بيناتهم. حضرتك أنا صرت موضح على القليلة ألف مرة، حدا بيصدق صاحب القول؟ نعم. الناس بيصدقوا شو قريت الصحف او شو هن بيخبروا بين بعضهم. صحيح كانوا مجتمعين ببكركي، وصحيح هن اللي عرضوا هالشيء، مش انا اللي عرضته. انا ما كنت مع هذا العرض. هن اللي قالوا نحن المرشحين، هن اللي قالوا، مش انا اللي قلتها. بس وكانه كان برعايتك، يعني مجرد ما يصير في اجتماع تحت عبائتك، مش مالتك كنت موافق يعني. اذا كانوا مجتمعين قالوا هيك، مش مالتك كنت موافق. انا بالنسبه لي انه كل ماروني في عنده المؤهلات هو بيقدر يكون رئيس جمهوريه. ما فيش تقصي حدا. هل خذلك الرئيس القوي يعني، او تجربه الرئيس القوي؟ هل انا ضد الكلمه. شو معنات القوي؟ شو معنات القوي؟ القوي بزعامته، بطيفته، بكتلته النيابيه، يعني حدد منو القوي بطيفته هلا؟ ما بقى الوزير باسيل وقت اجى لعندك هون على الديمان طلع حكي، عم بسالك لك منو القوي بطيفته هلا؟ وصف، يعني انا عم بقول شو عم يحكوا، وصف حط رسم تشبيهي ينطبق على حاله. معلش انا مش مقتنع بكلمه القوي، ولا مقتنع الاول بطيفته، مش مقتنع فيها. شو يعني القوي بطيفته؟ كيف شو هو المقياس تقول قوي بطيفته؟ أي مقياس؟ بشو؟ انتخابات؟ ليش انتخابات الموارنة انتخبوا للي انتخبوا يعني؟ يا ما شارك في الموارنة والكويتلي والسريان والسنة والشيعة والدروز والشيعة والسنة حسب الأماكن. كيف بتقول القوي بطيفته؟ كيف شو القوي بطيفته؟ بس اللي عنده ربما كتلة، كيف بتقول القوي بكتلة نيابية؟ ما هي أنا معك، بس قوي بطيفته أنا لا برفضه. طيب القوي بكتلة نيابية فياكم، هيدا موضوع يعني. هيدا هل توافق علي هيدا التوصيف إنه قوي بكتلة نيابية؟ شو بيقول لك الدستور؟ نحن هيك نظامنا بلبنان؟ نظامنا بلبنان هيك الكتل النيابية بتعمل رئيس الجمهورية؟ نحن بنجي عم نطبق أوروبا بلبنان، ما نحن ما عنا نظام أوروبي هون. هيدا موجودة برا، معروف إنه هيدا الحزب ربح، عرفتن بكل بيجي منه رئيس، هيدا الحزب ربح بيجي رئيس، هلا الحزب التاني ربح، هي أمريكا، هي بريطانيا. نحن مش هيك بلبنان. نحن عندنا 32 حزب، 40 حزب. سيدنا، تريد رئيسا حياديا وسطيا قادرا على الجمع بين الكل، اذا بدي احط رسم تشبيهي له؟ بردون حضرتك، تريد رئيس وسطي حيادي توافقي يجمع الكل حوله؟ هل هذا الرسم التشبيهي يلي خلينا نرجع نقول بدنا رئيس مدرك سياسيا ومدرك بالشؤون اللبنانية وشؤون الدولة اللبنانية، مش إنسان جاي هابط هيك، إنسان معروف تاريخه، معروف بإنجازاته، إنسان قادر يوحد الشعب اللبناني. نحن اليوم مفرفطين لدرجة كتير كبيرة، ما فينا نكفي بهال ما حدا بيحكي مع حدا، ما بيمشي الحال بلبنان، مش قادرين يقعدوا على طولة. يعني بدك رئيس قادر يجمع، يعطي ثقة للشعب اللبناني، عنده تطلعات، عنده نظرة. وبرجع بركز، رئيس متجرد هيدي فضيلة أساسية بكل رئيس، بالكنيسة وبالدولة. إذا ما كان الرئيس متجرد ما بينجح، إذا كان البطرك عنده حسابات خاصة ما بينجح، إذا بابا رومي تحكي كنسيا عنده حسابات خاصة ما بينجح. الرئيس أيا يكون ديني أو مدني أو سياسي، بده يكون متجرد حتى يقدر يحكم حتى يقدر يكون من قريب من متجرد، حتى يكون عادل. متجرد يعني خارج مصالح خاصة، قصدي خارج الاصطفافات السياسية أو المحاور خاصة. أو يعني ما يكون عنده موقف، أول شيء ما عنده مصالح خاصة، هذا متجرد، ما عنده مصلحة خاصة. وتاني يعني منه مؤيد برقبته بحدا، بده يخدم الشعب اللبناني، مؤيد بالدستور اللبناني، ما هو يقسم على الدستور. نعم. شخصيات هيك موجودة بتوافقوا عليها بين كل هالشخصيات الموجودة، مش أقول مش موجودين، بتوافقوا على شخص منهم كل هالمعروفين فليكن.
في غيرهم بتوافق. المهم المهم اليوم بدك شخص يتفقوا فعلا لبنان ويلتفوا حوله ويسندوه. نعم بدي مش يقعد ببعبده ويقاطعوا كلهم سوا. ما بيمشي الحال. اذا بدي فوت شوي، بعرف انه حضرتك سيدنا ما بدك تدخل بالاسماء، بس في اسماء متداول، يعني في الوزير سليمان فرنجيه، هل تنطبق عليه هذه المواصفات؟ ليش لا؟ هل يعتبر هو يجمع التمثيل المسيحي؟ هو أو بعرف حاله. أو هو بعرف حاله إذا بيجمع التمثيل المسيحي أو لا. يعني يقال أنه ينطلق من 15 نايب مسيحي قد يصوتون له، يعني هذه انطلاقة من بيئته المسيحية. وعنده تحالفه مع الثنائي الشيعي، عنده باب مفتوح على السنة، باب مفتوح على الدروز، عنده علاقات دولية وعربية. هل هو الاسم الأكثر ترجيحا حسب ما عم تشوف؟ مش أنا، مش شغلتي، ما عندي ميزان. أنا ما عندي ميزان، أنا عبول بالمبدأ بدهم السياسيين والنواب والكتل النيابية يتوافقوا على هيدي الشخصية، بيتوافقوا على الرئيس سليمان فرنجيه، بيتوافقوا على غيره، هيدا شغلهم، بيتوافقوا عليه ويحطوا هالثقة بهيدا الشخص، وهذا الشخص يقدر يمشي وما يقاطعوه، بدنا نقوم من الجورة. هيدا نحن همنا اللي بده يصير، المهم يتوافقوا على هيدا الشخص اللي لازم بيشي. عم بينطرح اسماء ببورصة الترشيحات والاسماء، ويقال بانه قد تحظى بدعم بكركي اكثر من غيره، يعني عم ينحكى على شخصيات مثل زياد بارود، نعمة فرام، سليم قدي، جهاد ازعور. اين البطرق من كل هذه الطروحات؟ هل اللي بقوله نحن قلنا انه نحن بندعمك، شرف قوله على العائله، نحن ما بنستحي. إذا حدا منهم بيعرف أنا قلت له نحن داعمينك، خلي يقوله على العائلة. في تلفن لك هلا ويقول لك إيه بلا البطرك قال لي أنا داعمك. هل ممكن أن يكون خيار العسكر موجود، يعني قائد الجيش؟ من ما كان قادر يكون رئيس جمهورية إذا بتتم فيها المواصفات، وقدر يقيم لبنان من هالورطة اللي هو فيها، من ما كان يكون كان عسكري أو مدني. نعم. هل أنت غبطة البطريرك مع رئيس يواجه، مع رئيس مواجهة؟ يعني الدكتور جعجع كرر الأسبوع الماضي نريد رئيس مواجهة أكثر من 10 مرات بخطابه بقداس كان تحت رعايتك. شو معنى مواجهة؟ يواجه التحديات، يواجه، يعني أطلق عليه رئيس مواجهة. هل المطلوب رئيس مواجهة التحديات أم يعني يواجه، يعني يقدر يحل المشاكل ويواجه سياسيا ويواجه بكل شيء؟ هل المطلوب أولا ما سمعت الحديث ولو كان برعايتي، يعني أنا ما صار لي قديس كان بالوقت اللي احنا كنا بالصلاة، يعني ما حضرت، ما سمعت يعني الحديث. بس أنا ما بدي دين حدا شو قال. أنا بعدني على موقف اللي عم بقوله أنه يجوا هالشخصيات السياسية والكتل النيابية وكل هاللي لهم دور يتوافقوا مع بعضهم، آن الأوان، ما يفاجئونا بكرة انه يي ما حضرنا حالنا، ما توهزنا، ويعملوا مثل التلميذ الكسلان يعني ويجي بيصوب بالامتحان، بيجي بيتفاجئ بالاسئله، بيتفاجئ بالفحص، بده يلاقي 100 طريقه ثانيه يعمل فحصه. ولو يعني ما بيغزونا، نفكر فيهم هيك يعني بعد 6 سنين.